السلام عليكم. اليوم طلاب نبلش إن شاء الله بسلسلة لشرح رياضيات السادس الأدبي، وراح نبلش من الفصل الأول إن شاء الله. وأريد أنبه على فقرة مهمة جدا لطلاب السادس الأدبي، هو أنه الفصل الأول اللي راح نبلش به اليوم، الفصل الأول علي بالوزاري 40 درجة، يعني فصل مهم جدا. فلازم من يجي يقرأ طالب السادس الأدبي يقرأ المواضيع بالتسلسل، يعني مو قبل يجي يطفر المحاضرة رقم 3، مو هذن المواضيع مرتبطة، يعني قبل أريد أقول لي مثلا أنا أريد أفتهم، يا أخي أنت لازم تجي بالتسلسل، لأن تدري أنه الدروس متسلسلة، ما يرغم تجي يعني شلون، خلينا نقول شلون واحد يشاهد له مثلا فيلم يجي قبل يبلش من النص، ادري ما تقول لي انت شنو، يبقى عادي يسأل هذا شلون صار، هذا شلون صار، هذا شلون صار. لذلك بلش يا اخي من البداية، من البداية حتى تستفاد ان شاء الله، واحنا ما راح نقصر وياكم شيء. فالفصل الاول اسمه مبرهنات ذي الحدين، وارجع واقول الفصل علي 40 درجة، تمام؟ زين. ومبرهنة ذي الحدين، هسه واحد يحب يستفسر على اسم الفصل، اقول له مبرهنة ذي الحدين هو واحد من مواضيع الفصل الاول اللي راح تلاقينه. يعني انت تعرف الفصل الاول بمثلا فد 5 مواضيع او 6 واحيانا 7، فواحد من المواضيع اسمه مثلا مميز، يسمون الفصل كله مثلا باسمه. لذلك هسه هاي مبرهنة ذي الحدين هو واحد من مواضيع الفصل، وهو اسم الفصل الأول أيضا. فالموضوع الأول اللي راح نشرح اليوم إن شاء الله تعالى، إذا كملناه طبعا لأن موضوع مهم، اللي هو اسمه مبدأ العد، وأيضا هذا الموضوع يجي عليه 10 درجات بالامتحان الوزاري، تمام؟ فمبدأ العد يعني شنو، شلون تحسب، شلون تعيد، يعني خلي اضرب لك مثال. يعني مثلا احنا عندنا بالصف 30 طالب، اقول له مثلا لمحمد او لاي طالب اخر، اقول له والله شلون تحسب لي ذول الطلاب، محمد قال انا راح احسبهم واحد واحد، واحد اثنين ثلاثة، طبعا هذا سالفة طويلة عن ما يوصل ل30. اجيت على ثاني قلت له انت شلون تحسبهم، قال لا اجي احسب بكل رحلة مثلا كم طالب، اثنين في 10 رحل او في ما اعرف ايش قد، يطلع للناتج الكلي. يعني هذا الثاني استخدم مبدأ بالعد، مبدأ يختلف عن صاحب الأول، تمام؟ يجي الثالث مثلا قال لا أنا أحسب خلينا نقول يعني شلون، خلينا نقول كل مثلا صف إيش قد يحوي طلاب، وأشوف الصف كامل كم صف بي، فأضربهم كلهم مثلا عندنا 3 صفوف داخل الصف، يعني 3 صفوف وكل صف ب 10 طلاب، 3 في 10 30. شوف هذا الثالث استخدم ايضا مبدا اخر للعد. لذلك احنا عندنا مبادئ للعد، تمام؟ فخلونا نبلش باول مثال ممكن يصادفنا بمبدا العد. طبعا هسه واحد يقول لي اقول لك شنو قبل مثال، ماكو قانون. لا ماكو قانون بهالموضوع، تقريبا يعتمد شويه على الفهم، لذلك شويه ركزوا وياي، هنا ما عندنا قانون. زين، مثلا يقول لك لدى، المثال الأول لدى أحمد 5 قمصان مختلفة وأربع بنطرونات مختلفة أيضا وثلاثة أحذية مختلفة. فدا يسألنا ويقول فبكم زي مختلف يظهر به أحمد، تمام؟ هو هذا السؤال. الحل شلون حيكون؟ أول شيء أجي أكتب عدد طرق اختيار، وهاي ال3 كلمات ثابتة تقريبا بمبدأ العد كله، يعني بمبدأ العد ماكو مثال إذا ما نجي نكتب عدد طرق اختيار. بس شنو نختار الله أعلم، يعني هسه احنا حاليا ده نحسب قمصان وبنطرونات، لذلك عدد طرق اختيار القميص
الواحد يساوي وعدد طرق اختيار البنطلون الواحد يساوي وعدد طرق اختيار الحذاء الواحد يساوي. بعد عندي شيء احسبه وياهن؟ لا ما عندنا، بس قمصان وبنطلونات واحذية. تمام، فكم قميص عندي؟ 5 قمصان. تمام، كم بنطلون عندنا؟ 4 بنطلونات. كم حذاء عندنا؟ يقول لي والله عندنا 3 أحذية. 3 أحذية. إذن عدد الأزياء، عدد الأزياء التي يظهر بها أحمد هي 5 × 4 × 3 ويساوي 5 × 4. 5 × 4 20 × 3 60. 60 شنو؟ 60 زي. تمام، يعني هسه واحد يقول لي أنا شايف بصراحة يشرحون بس يقولون نضرب 5 × 4 × 3، أقول له أخي هذا مختصر جدا ولا يخدمك في الامتحان الوزاري. أنا ما أدري أنت ايش تخسر إذا جيت كتبت عدد طرق اختيار القميص الواحد وحل مرتب وتأخذ 10 درجات عليه، أو مثلا هنا قبل يجي مستعجل بس يريد يضربهن 5 × 4 × 3، عبالك شوف شنو غير تكتب لي أنت ايش تحسب؟ تحسب عدد أزياء لو شنو؟ تقول وي والله وسألني كم بكم زي يظهر به أحمد. إذن يا أخي عدد الأزياء اللي يظهر بها أحمد هي 5 × 4 × 3 هلقد زي. تمام، فلذلك كن دقيق بحل المثال حتى تأخذ درجة عليا كاملة. تمام، هاي وحدة. زين، أريد أنبه الفت فقرة، هذا أحمد إذا صار مثلا مصطفى أو عباس اختلف شيء؟ والبنطلونات اتقدمت والقمصان اتأخرت والأحذية مثلا كثرت شوية صارت مثلا 4 أحذية وضافوا لك وياهن مثلا جناط أو فد شيء آخر، تقول لي لا ما اختلف، راح أزودهن هنا فد عدد طرق اختيار مثلا الجنطة، تضيف العدد مالها وتحسبهن كلهن. أو مثلا أحمد صار فاطمة وعدها تنورات وقمصان وأحذية، إيش راح يصير؟ تمام، ما راح يصير أي شيء. تقول لي يابا عدد طرق اختيار القميص والبنطلون والتنور او الجنطه وهكذا. فلذلك انت لا تحاول تحفظ الامثله، مثال واحد تحل يغنيك عن الامثله اللي نفس الاسلوب. تمام، او مثلا يقول لك لدى محل لبيع الدراجات ان لديه 5 أنواع من الدراجات ومن كل نوع 3 أشكال ومن كل شكل 3 أحجام. نفس الفيلم راح تجي تقول عدد طرق اختيار الشكل او النوع او الحجم وتجي تكتب عدد الدراجات الكلية اللي موجودة بالمحل هلقد. تمام، فلذلك لا تتقيد وافتهم الفكرة، حاول تغير نمط القراءة مالتك من حفظي الى فهمي. تمام، زين ننتقل الى مثال اخر شوية يختلف عن هذا المثال. تمام، مثال يقول كم عدد رمزه مكون من 3 مراتب، كم عدد رمزه مكون من 3 مراتب يمكن تكوينه من الأرقام، حينطينا أرقام مجموعة أرقام هو 1 3 مثلا 4 5 6. قال علما أن التكرار مسموح. الحل، تمام، يقول عندك مجموعة أرقام كم عدد رمزة مكون من ثلاث مراتب يمكن تكوينه من هاي الأرقام. احنش نجي نكتب له عدد طرق اختيار. اذا تلاحظ انه الكلمات الثلاثة نفسهن تكررن علي، بس قبل شوية كنت احسب بنطلونات تمام وخلي نقول قمصان وهالسوالف هاي، لا هسه انت شدة تحسب تقول والله احسب اعداد. اذا عدد طرق اختيار العدد الاول، واحد يقول اقول له صحيح بس انت العدد مالك من شنو متكون، يعني من كم مرتبة؟ قال لي والله 3 مراتب. خلي اجي بس اوضح لك هنا،
يعني تخيل انت عندك فد عدد على سبيل المثال بهالشكل هذا، هذا العدد كم مرتبة به؟ ثلاث مراتب. اول مرتبة منه تختار الآحاد، ثاني مرتبة منه العشرات، ثالث مرتبة منه المئات. لذلك احنا هيش راح نسوي عدد طرق اختيار مرتبة الآحاد يساوي، وعدد طرق اختيار مرتبة منه العشرات يساوي، وعدد طرق اختيار مرتبة منه المئات يساوي. زين انت العدد رايده كم مرتبة؟ تقول ثلاث مراتب. والله اي انا سويت لك عدد ابو ثلاث مراتب، بعد لا تزود بكيفك. زين هسه واحد يسأل، زين اقول لك اذا قال لي اربع مراتب، اقول له ذاك الوقت عود ضيف مرتبة اخرى هي مرتبة الالوف. زين واحد اخر قال اقول لك اذا مرتبتين، اقول له ذاك الوقت نكتب بس الاحاد والعشرات. تمام. زين هسه راح اجي اسألك هنا، اقول لك يا اخي بالنسبة للمرتبة الاولى مرتبة الاحاد، شارط عليك شرط بالسؤال؟ تقول لي ما افتهمت، يعني شنو شارط علي شرط بالسؤال؟ يعني قايل لك مثلا اني رايد منك تروح تجيب لي العدد الزوجي؟ لا. تقول لي والله ما قال لي هيك. زين قايل لك روح جيب لي العدد الفردي؟ تقول بصراحة ما قال لي، قال لي روح جيب ارقام وتعال. زين قايل لك روح جيب لي مثلا عدد اكبر من 600؟ تقول لا والله ما قال لي. يعني ما شرط عليك ولا شرط. خل اوضح لك اكثر. اني هسه لو اكو هناك مثلا اقلام قدامك على الميز، فاقول لك عيني مثلا احمد روح جيب لي الاقلام، انت ايش راح تسوي؟ راح تروح تجيب لي الاقلام كلهن، صح لو لا؟ بينما اذا قلت لك روح جيب لي فقط القلم الاحمر، راح تروح وتجيب لي القلم الاحمر لان اني دزيتك. هسه هو هنا ما قايل لك روح جيب لي يا رقم من عندهن، تمام؟ لذلك اني اروح اجيبهم كلهن، واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خمس ارقام عندنا اجي اخلي له هنا خمس ارقام. تمام. هسه يعني من حقي اني اخلي بمرتبة الاحاد اي واحد من ذول الخمسة، تمام؟ اي واحدة ممكن اخليه بالاحاد. زين التكرار مسموح لو غير مسموح؟ قال التكرار مسموح، اذا من حقي اكرر خمسة بخمسة. تمام. وهسه اوضح لك اكثر بس انتبه وياي. اذا هنا راح نيجي نكتب عدد الاعداد. ها واحد يقول لي ليش عدد الاعداد؟ لا مو هو سألني قال لي كم عدد رمزه، يعني دا يقول لي كم عدد، فاكيد اني دا احسب اعداد. خمسة في خمسة في خمسة ويساوي خمسة في خمسة 25، 25 في خمسة 125 عددا. تمام. أريدك تركز لي على هاي الملاحظة اللي راح أكتب لك إياها هنا. المرتبة الأولى تابعة للشرط. يعني شنو تابعة للشرط؟ يعني هاي المرتبة الأولى أنا ما أخليها إذا ما أشوف الشرط ما له شنو. يعني يقول لي روح خلي الأعداد الزوجية، أقول الأعداد زوجية فردية فردية وهكذا. هنا ما شرط علي ولا شرط، لذلك اختاريت كل الأرقام. أما بقية المراتب، بقية المراتب تابعة للتكرار. يعني شلون تابعة للتكرار؟ يعني أروح أشوف التكرار مسموح أكرر، التكرار غير مسموح ما أكرر. وأرجو أنك تنتبه للمثال الثاني حتى يتضح اللي قلنا. كم عدد رمزة مكون من أربعة مراتب؟ كم عدد رمزة مكون من أربعة مراتب ويكون فرديا، ويكون فرديا والتكرار، والتكرار أيضا مسموح، لكن هنا شرط علي شرط إنه العدد شو يكون؟ فرديا طبعا. وحينطينا مجموعة أرقام 1 2 3 5 6 7. الحل انت هويا اجي اكتب عدد طرق اختيار مرتبة الاحاد يساوي، عدد طرق اختيار مرتبة العشرات تساوي، عدد طرق اختيار مرتبة المئات تساوي،
عدد طرق اختيار مرتبة الألوف. هسه واحد يقول لي ليش أربع مراتب؟ أقول له مو هالمرة هو قال لي أنا رايد منك عدد أبو أربع مراتب، يعني خلينا نقول خمسة وأربعة وستة وثلاثة. هسه هذا العدد على سبيل المثال كم مرتبة؟ كم مرتبة بهذا العدد؟ أربع مراتب، مرتبة الآحاد والعشرات والمئات والألوف، تمام؟ قال لي عدد أربع مراتب، لذلك أنا هم سويت له أربع مراتب للعدد. المرتبة الأولى مثل ما اتفقنا قبل شوية بالملاحظة، قلنا المرتبة الأولى تابعة للشرط، يعني دير بالك تخلي هنا شيء إذا ما تروح تشوف شنو الشرط مالك، تمام؟ فخلي أروح بالله أشوف بالسؤال شنو الشرط. قال لازم يكون العدد فرديين. قلت له شون يعني يجيب لك عدد فردي؟ قال والله ما أدري، أنت لازم تجيب لي فردي. لذلك إحنا بمرتبة الآحاد ضروري نخلي عدد فردي، حتى العدد مهما نضيف له بعد يبقى فردي. فقلت له يا بس سهلة وبسيطة، هذا العدد الفردي الأول هذا واحد، هذا العدد الفردي الثاني هذا اثنين، هذا العدد الفردي الثالث هاي ثلاثة، هاي العدد الفردي الرابع، يعني كم عدد فردي عندي؟ أربعة أعداد، تمام؟ زين مفهوم؟ إذن خلينا هنا العدد فردي مثل ما قال لي هو قبل شوية بالمثال، قبل شوية بالمثال ما حدد لي، يعني ما شرط علي شرط، لذلك اختاريتهم كلهم. أما هنا فدي يقول لي لازم تخلي لي العدد فردي، فضروري أخلي بمرتبة الآحاد عددا فرديا، تمام؟ زين هسه أسئلة، أقول لك التكرار مسموح لو غير مسموح؟ قال لي التكرار مسموح، تمام؟ قلت له طبعا هسه يمكن أنت دي تقول لي أربعة أربعة أربعة، طبعا غلط، دير بالك إيش تقول. إذا التكرار مسموح ما أكرر هذا، دير بالك تكرر هذا، دير بالك تكرر المجموعة مالتك الكلية. كم عدد بالمجموعة؟ واحد اثنين ثلاث أعداد أربع أعداد خمس أعداد ست أعداد، لذلك هنا ستة في ستة بستة، تمام؟ نكرر، مسموح أكرر المجموعة. هسا واحد يقول لك بس أنت هناك التكرار مسموح كررت هذا. لا ما كررت هذا، كررت المجموعة مالتي، هاي المجموعة كررتها، بس صدفتين طلعت مثلها، شو اسوي له بعد؟ كررته، تمام؟ فهنا دير بالك يحتاج تنتبه لهاي الفقره، واضح؟ زين اذا هسه اجي اقول له اذا عدد الاعداد هي 4 في 6 في 6 في 6، زين 6 في 6 36 و4 في 6 24. هسه صار عندنا عددين نضربهم ضرب عمودي، تمام؟ فخلي اجي اضرب لك اياه يعني هنا ضرب عمودي، يعني 36 في 24، تمام؟ ويا 4 في 6 24، يعني 4 و2 بليل، 4 في 3 12 و2 14، هاي 14 نزلتها. هسه هاي المرتبه اللي غت بعد، اجي اخلي صفر بمكانها، 2 في 6 12 2 و1 باليد، و2 في 3 6 و1 7. زين هسه نبدي نجمع هنا 4 وهذول 6 و1 و7 8، اذا 864 864 864 عددا، تمام؟ زين هنا بس اضيف لك ملاحظة اخيرة ان شاء الله ونكتفي اليوم بهالمقدار هذا، ونكمل إن شاء الله درسنا بالمحاضرة تجي. فهنا بس أريدك تنتبه الملاحظة شو تقول. تقول إذا كان التكرار مسموح شو نسوي؟ نكرر المجموعة، يعني من يقول لك التكرار مسموح تروح تكرر المجموعة كلها، تمام؟ أما إذا كان التكرار غير مسموح، التكرار غير مسموح ننقص واحد من المجموعة، يعني المجموعة مثلا إذا هي كلها سبعة ننقص من عندها واحد، مثل هاي السؤال. هسه هنا كان التكرار مسموح، هاي ثلاثة إذن ستة أرقام بالمجموعة كررتهم، ستة ستة ستة. بينما لو كان التكرار غير مسموح كان قلنا مثلا
هي كلها 6، نقص 1 يصير 5، بعدين 4، بعدين 3، وهكذا. إن شاء الله راح نعطيكم أمثلة أكثر بالدرس اللي يجي حتى تضمن هاي العشر درجات من موضوع مبدأ العد. أرجو أن تدعمون قناتنا يعني، وتشتركون بالقناة، وأيضا لا تنسون تضغطون لايك للفيديو حتى يوصل الجميع زملائكم والكل يستفاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.